في عندنا ايضا فانكشن تم اضافتهم بالاي اس 10 اللي هو الفلات والفلات ماب. الفلات والفلات ماب شنو الاستخدام عندهم؟ طبعا الفلات نقدر نعتبره شنو؟ عبارة عن ميرج لكل العناصر يجي يعملهم دامج لهم ونفس الوقت يحولهم الى سب اري. بالناتج مالته راح يكون لك عندك اري جديدة مختلفة عن اري السابقة. طبعا الفلات بالمختصر هو تصغير الدايميشن لاي اري تنطي له اياه. مثلا اذا عندك هنا var my array يساوي عندك هذا الدايميشن خلينا نقول 1 2 3 4، لكن هذا الدايميشن في داخلها ايضا دايميشن اخر الكومبلكس يحول لك اياه الى فلات. شيء مبسط يعني تقدر تقول هنا my array dot لاحظ flat بهذا الشكل بس and save. طبعا هنا ما عملناها الكونسول، هذا لوجي يقول هنا كونسول dot log تمام my array flat بهذا الشكل. لاحظ كيف ظهر 1 2 3 4، شفت شلون 1 2 3 4. هذا خلي الاعلى اعملهم comment and هذا ايضا اعمله comment حتى لا يأثر علينا. save زين بهذا الشكل. لاحظ راح يظهر لك 1 2 3 4. مع العلم ان الاري كان بهذه الصوره، يعني حاول انه يقلل الدايمنشن الموجود بالاري اللي انت جاي تريد تطبق عليه كلمه فلات. خلينا نقول عندي اري ثاني بهذا الشكل، خلينا نقول 1 2 3 4، خلينا نقول فارزه 5 فارزة 6 هالشكل زين، وأنضيف لا مسحت بالغلط أوكي بهذا الشكل أيضا أري عندي. هذا أيضا أقدر أعمل له مثلا هذا 1، هذا أيضا أجي أعمل له flat راح يظهر بهذه الصورة. لاحظ حذف لك واحد من الأري، بسطها لك أكثر. هنا أنضفت له أري، لاحظ هنا هذا array كلي، وعندك هنا أيضا array، وعندك في داخله أيضا array، فحولهم إلى 2 هذا وهذا بس، بثلاثة شالة زين. أيضا يفيدنا طبعا flat في حال إذا إحنا عدنا array بها null، يعني مثلا إذا جينا هنا قلنا له array 2 وخلي نقول هذا اري اعتيادي تمام، بس بين الاثنين والثلاثة اكو فوارز، هذولا يعتبرون شنو؟ نول، ما موجود بها ايتمز، ما بها عناصر. فإذا حبيت انه اتخلص من عنده، أيضا أقدر أتخلص من عنده عن طريق الفلات، يعني هنا تقدر تستفاد من الفلات حقيقة. فتقدر تتخلص من هذا النوع، فيظهر لك بهذه الصورة، لاحظ حذف لك الفوارز اللي بين الاثنين وبين الثلاثة. في حال إذا أنت مثلا عندك أري رجعت وبها null فممكن تستخدم الفلات هنا. طيب عندنا الآخر اللي هو الفلات ماب. شنو هو الفلات ماب؟ فنجي نقول له var this array، طبعا هذا this ما له علاقة بالthis مال كلاس اوكي، يعني بس هيك من يمين تكتبه أو t array مثلا خلينا نسميها اوكي لأن أخاف تخربط بها. t array يساوي أري اعتيادي 1 2 3 4 5 بهذه البساطة. في عندك الفلات ماب، الفلات ماب يحول لك كل واحد من عدهم إلى أري داخلي، يعني هنا أقدر أقول له t array dot flat sorry dot map مثلا for example this one. إذا قلت له هنا أنا x يؤدي إلى
اكس في 2 اكس في 2 مثلا بهذه الصيغه. هذا النتيجه ايش راح تكون؟ كل واحد من عندهم طبعا ده استخدم هنا الماب، كل واحد من عندهم راح يحول لي الى شنو؟ الى اري داخلي. هنا اذا اجيت قلت له بيست، هذول كلهم عملت كومنت حتى لا ياثر على نتيجه هذا تي اري 1 2 3 4 5، جيت سويت له ماب، فراح شي يسوي لي هنا؟ طبعا this one هذا لازم كله اجيبه هنا زين، حتى تشوف النتيجه. كل واحد من عندهم راح يضعها داخل البراكت مات الاري. اوكي لاحظ الاثنين واحد، الأربعة واحد، الستة واحد، الثمانية واحد، العشرة واحد، هذا كلهم داخل أري، كل عنصر اعتبره أري منفصل في داخله، فهذا حول لك إياه إلى أري. إذا حبينا أنه الماب هذا نرجعه، يعني مثلا إذا أنت إجالك هذا النوع من الأري وتريد ترجع الأري الاعتيادية مثل هذا، فهنا تستخدم الفلات ماب، انه الماب اذا جالك ماب تقدر تحوله الى فلات. فهذا اذا قلنا مثلا هنا كات، خلينا نقول let m array يساوي هذا، فالام array من اجي اطبعه يطلع لي هذا الاري اللي اني ما اريده، اريد اراجعه مثلا للشكل الاصلي. فهنا ايش راح اسوي؟ هذا copy and paste. هنا أقول له dot flat flat map flat map، وأجي أقول له السايز مالته شنو كانت؟ x في 2 نفس هذا، أجي أستخدمه بداخلها نفس السايز. لازم أذكر سايز مالت الأري لازم نفس الشيء يكون حتى يقدر يرجع لي إياهم. أوكي فهنا ايش ظهر عندي؟ 2 4 6 8 10، طبعا هاي اللي احنا عملنا في 2. اوكي هنا اذا جينا قلنا لا فور اكزامبل ماب، اوكي اند فور اكس سوري يؤدي الى اكس بهذه الصيغه، راح يبقى 1 2 3 4 5 تمام. هنا انا ضربت في 2 بس تقدر انت ما تضرب في 2، تبقي نفس الشيء يعني بهذه الصورة. اوكي فايش راح يظهر عندك هنا؟ عملنا سيف؟ لا سيف. ايش راح يظهر عندك هنا؟ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. اوكي هذا منو؟ هذا الماب. اند اذا حبينا نحولهم لكل كل وحدة من عندهم، اذا حبينا نحولهم الى اري، فهذا الاكس اضع داخل قوسين، فكل عنصر من هذه العناصر راح تتحول الى اري. لاحظ كل عنصر من هذه العناصر تحولت الى اري تمام. فلهنا وصلنا لنهايه الدرس، نكمل لكم الدرس القادم. مع السلامه.